للجماعه اللي هم بيعانوا من النحافه. الرساله التاليه: اريد علاج بدون عمليه، اعاني من كيس دهني في صدري ولحميه في الرحم حجمها 2 سم وعمري 27 وانا انسه. اولا اللحميه اللي في الرحم ان شاء الله ما فيش ضرر منها، ما تقلقيش منها. اما الكيس الدهني اللي في الصدر لازم ان احنا ناخده ونعمل نشوف نحلله ونعمل ليه تحليل العينه ونطمن عليه. ما تخليش حد يضحك على حضرتك اقول لك وصفه عشبيه او دهان او الكلام. لازم نطمن على هذا الكيس الدهني، هل هو كيس دهني ام لا قدر الله شيء اخر، وده مش هيتم الا عن طريق اخذ عينه منه.